السلام عليكم، تحياتي تحياتي الاخوان ديالنا، وشكرا شكرا شكرا بزاف 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 ليكم كاملين واحد واحد، الاخوان الرياض ديال المغرب العربي كامل بدون استثناء، تحياتي ليكم. على بركة الله رزق الإله. السلام عليكم الرياض، تحياتي لكم دائما من الحدادة للحدادة، معكم الرئيس إبراهيم. نبدأ على بركة الله. عندنا سؤال من عند رئيس هشام الهادي، تيقول تبارك الله عليك الرئيس، عندي سؤال، واش كيدخل الحوت الحر مثل البواجو رويال، الدوراد رويال، الهامور في المون، والكوشطة ديال المهدية، وشكرا. شكرا خويا هشام على هذا السؤال هذا، باش نشاركوه مع الاصدقاء وباش حتى الاخوان اللي كتجي تقصد المهدية تعرف حتى نوع الاسماك اللي كاينه هنايا. خويا هشام، بالنسبه للمهدية سمك الهامور ولا مثلا سمك الدوراد رويال ولا الباجو، بالنسبه للدوراد ممكن، علاش؟ لان عندنا الواد ديال سبو داخل في المصيد ديال المهدية، راه معروف في المون، يعني الواد داخل في البحر. الدوراد من النوع ديال الاسماك اللي كتفضل الماء يكون نقي، يعني ما يكونش فيه الماء ديال الواد بزاف، كل ما كان الماء نقي كل ما كتواجد هي. ملي كتنقى الماء هنا وكتصوت شي غربيات مزيانين وكيكونوا الكواشط زرقين، راه كتكون في ليكونت، كتكون هنا في المهدية كتكون، ولكن ماشي بواحد يعني تخرج فيها مرة مرة. أما الباجو والهامور ما كاينش، علاش؟ لأن تقريبا حنا شحال حنا كنصيدو، ما عمرنا ما شديناه، ما عمرنا ما واجهناه، يعني حتى الإخوة اللي كيبلونجيو ما عمرهم جبدوا لا هامور ولا باجو. يعني الأسماك اللي معروفة هنا في مهدية، الكوربين، الدرعي، السارقانة، الصنور، أولاح، الشرغو، النبيرة أو الموشيط، يعني هذه الأسماك اللي كتكون متواجدة غالبا في مهدية. أما الهامور ولا الباجو ما كاينش، ربما هذوك هذا النوع ديال الأسماك اللي كتبغي أنت كاين هنا في الشرقية أو في المناطق الصخرية، يعني المناطق اللي كيكون عندها الحجر طبيعي، يعني وكيكون لا فيراي، كيكون بزاف ديال هذوك هما اللي كيبغيهم الهامور، وكيكون حتى المرعى ديالو تما في لا فيراي. اما هنا راه ما كاينش في المفرس المون ديال المهدية، انا تنقولها والله اعلم، لحقاش داكشي اللي عشت انا هو اللي تنقولو لكم، وكيبقى العلم لله. انا ما عمري ما شفت الهامور ولا صادفناه، زعما ما عمرنا ما شديناه، وكو كانت شي حاجه يعني حتى الاخوان اللي كيكونوا كيغطسوا ولا هذا كانوا غيعطيونا معلومات، غيقول لك راه كنلقاو الهامور ولا كنلقاو مثلا الباجو. اما الدوراد راه كتواجد مره مره، كتكون ملي كتكون شي منزله مزيانه، شي غربيه، شي صفو داخل مزيان، راه كتكون، ولكن ماشي دائما وماشي بصفه دائمه، يعني في بعض المناسبات وفي بعض الاوقات ملي كتكون المنزله. وتحياتي لك خويا، وشكرا على هذا السؤال ديالك، باش الاخوان يعرفوا الانواع ديال الاسماك اللي متواجده في مهدية. اما لهربنا على مهدية لاكوت ديال شليحات، الكوشطة ديالها كتواجد الدورات، كتكون في المنزلة ديالها او في الاوقات ديالها، كتكون بوفرة، يعني ما بعيدش بزاف على مهدية. اما مهدية بالضبط المون وداكشي راه قليل، يعني مرة دو طون زون طون لابان شي وحدة، هادشي اللي كاين خويا. وتحياتي ليك، رقم الهاتف كيف ما العاده 06 17 54 75 34، 06 17 54 75 34. تحياتي تحياتي ليكم اخوتي.